مشاهدينا الكرام، دعونا نختتم الملف التونسي بهذا الخبر، حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بمدير تحرير صحيفة الفجر الناطقة باسم حركة النهضة. وقالت عائلة الصحفي محمد الفراتي إن النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب قررت التحفظ على الأخير لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق بتهم غير معلومة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الإنترنت من تونس السيد سمير دلو المحامي عضو هيئة الدفاع عن السيد محمد الفراتي مدير تحرير صحيفة الفجر التونسية. سيد سمير أحييك، أتمنى أن أستمع منك لتفاصيل أكثر عن هذه الواقعة، تفضل. هذه الواقعة تأتي في إطار استهداف كل معارضي السلطة وحملة تقليم الأظافر لحركة النهضة الحزب الأول قبل الانقلاب، وقد طالت العديد من قياداته نائبين لرئيس حركة النهضة ثم مرت إلى الصف الثاني والثالث من القيادات. واستهداف سيد محمد الفراتي رئيس جريدة الفجر التي كانت تصدر ورقيا ثم تحولت إلى جريدة إلكترونية جاء على خلفية ملف غير معلوم، لأنه ذكر منذ البداية أن هناك أحد الأشخاص قد التقى بأحد قيادي حركة النهضة في مقر جريدة الفجر، ولكن هذا لم يكن موجبا لأي تتبع جدي. ولكن إثر ذلك تم استدعاء السيد محمد الفراتي في حالة صراح وتم الاستماع له بحضور مجموعة من المحامين، ثم إثر ذلك أذن بالاحتفاظ به لمدة 5 أيام قابلة للتجديد مع حرمانه من زيارة المحامين لمدة 48 ساعة كما يسمح الإجراء الاستثنائي في قانون مكافحة الإرهاب، والذي أصبح للأسف الشديد يستعمل بشكل تعسفي وآلي ضد كل معارضي السلطة. سيد زمير دلو، شكرا جزيلا لك المحامي وعضو هيئة الدفاع عن السيد محمد الفراتي. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة وبعد قليل باقي فقراتنا، وفيها الرئيس المصري يقول مصر لن تتحمل نقص المياه والاتفاق حول سد النهضة ضرورية. الدولة اللي هي الأكثر جفافا